ومع جديد سناب شات والتغييرات اللي أعلن عنها التقني عبد الله السبع وقال عنها في تغريدة في حسابه على منصة تويتر، بعد ما كان الستوري في سناب شات 24 ساعة بيصير 7 أيام. الله يصبرنا على بعض البشر، يعني فعلا تتوقعوا إيش ممكن يتغير بعد هذه التحديثات الجديدة؟ أنا أحس فعليا أن سناب شات انشهر ونجح بسبب خاصية العرض 24 ساعة، فما بالكم 7 أيام. فعلا فعلا يا عبد الله أتفق معك 100%. الله يصبرنا على بعض البشر، وأول ما حيلعب في الإعدادات اللي تعود عليها الناس ممكن تكون النتائج مو متوقعة. ما أعرف صراحة إيش ممكن يصير، ولكن نتركها للأيام. صورت صورة أو فيديو في سناب شات ونشرت ستوري راح يكون موجود ل 24 ساعة وبعدها يختفي. سناب شات حاليا راح توفر ميزة جديدة للمستخدمين إن تقدر تغير الوقت وتخلي الستوري موجود لوقت أنت تحدده. فعلى سبيل المثال لو نشرت أي صورة أو فيديو تقدر تخليه موجود والناس تقدر تشوفه أسبوع كامل، أو تقدر تخليها ساعات، مثلا ساعة، 3 ساعات، 7 ساعات، أو يوم كامل أو أسبوع كامل. طبعا الميزة حاليا بدأت توصل للناس المشتركين في تطبيق سناب شات، فلو واحد من الشباب نشر صورة في الويكند ودخلت بعد 4 أيام ولقيت الصورة موجودة في الستوري، فأعرف أنه قاعد يجرب الميزة الجديدة لسناب شات. وإلى